دكتور مدحت شمس الدين استاذ انف واذن وحنجره في جامعه ويل كورنيل وتخصصي في جراحات اضطرابات النوم والشخير. الحقيقه التجمع النهارده بمناسبه احتفال باليوبيل الفضي لراينو ايجيبت، التجمع فيه من كافه الدول العربيه والاوروبيه في كافه تخصصات الانف والاذن والحنجره، بنتناقش وبنتواصل على كل ما هو جديد في التخصص، كل في تخصصه، والاعداد هنا غير طبيعيه، يتعدوا 1000 مشارك، منهم من الولايات المتحدة ومن هولندا ومن إيطاليا ومن بريطانيا، للتفاعل مع أطبائنا في مصر من كافة الجامعات، وخصوصا الجامعات النشطة جدا، جامعة قناة السويس والزقازيق، و بالإضافة طبعاً لجامعة القاهرة وعين شمس والأسكندرية. أنا سعيد جداً بوجودي في وسط إخواتي وزملائي، وإن شاء الله بنحقق المرجو من تجمعنا ده بالتواصل مع الخبرات الأجنبية والعالمية كلهم في تخصص. شكراً.